الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه والداعين بدعوته والسائرين على منهجه وشريعته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. أوصيكم إخوة الإيمان ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ولزوم عبادته وكثرة مخافته ودوام مراقبته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، فيقول الحق سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. برايد بسلمان خشكت بسلمان أتبار وجد مباريدا وفن وقتت مباريدا وبخير وبركات أفان هيدت أكو سرمدتين هيدت خير وبركتين بني فتركين أم هيبة محرمة دابوني هيبة هجرة بيغنبري الصلاة خدي تعالى البيغنبري بن وهني بيغنبرا ورازي بنا خدي تعالى لحاجة كرت بيغنبرا بت صلاة خدي تعالى الوان بت ورازي بنا خدي تعالى الوان كسابت أبت لكم حش بيغنبرا تكنوا وبيغنبرا بخد كلا قدوة وأسوان. هيبا محرم الحرام باش سفر أبركا أمت هيبا ربيع الأول دا هيبا مبارك هيبا خير أو هيبا يكون رب العالمين سبحانه وتعالى بيغنبر صلى الله عليه وسلم أتبهي في داداي أو بيغنبر صلى الله عليه وسلم أي وكو رب العالمين كريا ريكا نجاحته وصار فرازين يا سعادة الدنيا دا وآخرة دا دوان كسام أبيت وكو بيغنبري كان قدوة صلى الله عليه وسلم وأبيت ديف بيغنبري إن شاء الله تعالى مهين جني بسلمان وأف أمتي أمة خير وأمة بركة إن شاء الله تعالى. أبركا رجاء دوي الربيع الأول أم دعاش خدي تعالى كان خدي تعالى هيدي مبكة هيدي خيري روجت مبكة روجت خيري جمعتنا وأينتنا رب العالمين كتا خير بومو أمتنا بومو وطننا بومو دنيانا بومو آخرتنا بومو الجحيم وغير جحيلة ظلامة وجنكا وأمتها مني أن دعاش خدي تعالى كان بان روجت مبارك رب العالمين كتدرجه هينيك وبسلمان هني بنائك أربكي خدي تعالى دفتو وهربكي خدي تعالى طلب شماكري هني اجبل ونبذ خلافات وفرق جدائي بكن نفخدا النهي لنا أما هجي خدي تعالى أبي هصايا رب العالمين دون ما يكي دين توحيده أمتك موحدة إن هذه أمتكم
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يعني بين فرق جداي بين تفرقة شنك فرق جداي تفرقة أبدت سبب سبب ضعيف يا أمتي ويا مجتمعي أبدت سبب تفكيك مجتمعي جاي لبتنو وأدست بيان لبت النفض وزرر بهتا الدين بسلمانة والدنيا بسلمانة. في كل الأحوال إن شاء الله تعالى خطبنا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم ونسر موضوع بغمبر صلى الله عليه وسلم أو إشايمة أو رباز بما أو تشافيكر بما أو قائد بما أو أسوة وقدوة بما بل السر بابتك خاص موضوعك خاص السر أخلاق البيغمبر صلى الله عليه وسلم أو إشايمات وأن الدف أخلاق البيغمبر بكين أو أخلاق أذت وكلية معلوم أذت وكو خد تعالى حسك لك وببنا أخلاق البيغمبر كوي وبنا أخلاق عبدت خد تعالى أميبك وحش خد تعالى كان سبحانه وتعالى دليل ألفان أخلاق جي إن شاء الله تعالى أبرك إن شاء الله باختصار شديد السر الرحمة بغنبري صلى الله عليه وسلم أجر خد تعالى حسك ديابا موضوع عمادة الدر هندك أجر إيك دعن بزانين دعن نام بزانين دعن بينا ديرا خو چونكي أم بزانين بسلمان همز زانن هو هندي خد تعالى مخلوق داي بغنبر صلابت خد تعالى لبني أطلع فقمة همي مخلوق خدي تعالى ات موضوع همي مواضيع هذا في موضوع اخلاق هذا موضوع الرحمة هذا خدي تعالى عب رحمة برفره اوضي الرحم الرحم يضي بفي بشري بل دارا بيغنبري صلى الله عليه وسلم الله اعلم رحماني مقابل يا امتي هنيه الله اعلم رب العالمين ما نقلت هكر ام حقيقه خفنا لدينا بدرستي بيغنبر صلى الله عليه وسلم هما رحمه هما رحم خويا يعني شنكي اخلاق القران بو ديكا بسلمان عائشه خذ تعالى جرازب اسالها تكرمه بتاع اخلاق بيغنبر تشاوبون شنكي حرمه وياك مالاوي دا او شهرزاترا بديت ام دقت اخفنا الدقيق من وطنت ما مواجهش خوها بتن شنكي ام مسؤوليش كل اخفناكي ام بكين اجر خيرا اجر شرا خير بحسيب اخويا شر بحسيب اخويا عائشة رضي الله عنها خد تعالى لبت بتقان خلقه القرآن خلاص هذا الشاهد حديث صحيح بيتا بسلمانة حرمه بيغمبري صلى الله عليه وسلم ديش من أخلاق بيغمبري قرآن به طيب يعني بسلمانة أخلاق القرآن ببلع إذا ما أولاق بيما يبني وانا واجب السرمك وأخلاق النجي قرآن به دي موضوع هذا أم مطلع هدف أجر أم بزاني أخلاق بيغمبري صلى الله عليه وسلم شواب دبخين دبيرا يكود بين نذا داخد خير بين داخد حشمة بكتن دعنجي خطان يعني مطلع بصر أخلاق بيغمبري صلى الله عليه وسلم دو دعنجي أمشي وان أخلاقا يخو بيدا بكين دمجي أو أخلاق هبن إذن أم تابعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم متبوعة أي عند الشوا بنا تابعة راس ودرس أو أخلاق ما وكي أخلاق المتبوع ما نبن هذا مفارقة هذا يعني هذا تنقى شنبو ما أجر كو أخلاق ما أخلاق البيغمبر النبي صلى الله عليه وسلم وعم دعوويهم دي بكين وبلي عم بسلماني والله أم تابع البيغمبر صلى الله عليه وسلم يا أخي يا حبيبي كيف تابع البيغمبر البيغمبر تابت ليه تواني يعني بنا محاسبة خوب كين تماما أم أخلاق البيغمبر صلى الله عليه وسلم ديب كبير وبخين وبزاني دو أجر دوه
هم وين اخلاق خدا پیدا